مساء الخير. مع انتصاف مهلة 30 يوما التي أعلن فيها الرئيس قيس سعيد تدابيره الاستثنائية، خفتت اليوم أصوات الساسة والمراقبين وأسئلة الشارع التونسي عن مستقبل الأوضاع وما ستؤول إليه، ليطغى الحدث الصحي الأهم وهو انطلاق أكبر عملية تلقيح ضد فيروس كورونا عينها الرئيس سعيد شخصيا لكبح جماح جائحة راح ضحيتها أكثر من 20,000 تونسي. ولأن الأمن الصحي كان أحد الأسباب الرئيسية والمفجرة لأحداث 25 من تموز بتبعاتها السياسية والقانونية، نسأل في حلقة الليلة عن ملامح خريطة الطريق المرتقبة مع كثرة التسريبات والتحليلات. ما هو التقييم القانوني والدستوري للإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟ وفي ملفات الفساد التي فتحت قضائيا، ما هي ظروفها؟ هل احترمت الشروط القانونية في التوقيف والاعتقال؟ لماذا يتخوف البعض من محاولات الاستقطاب؟ وبأي آليات ونصوص قانونية يمكن أن يواجه أخطبوط الفساد في معركة طويلة ومعقدة كما يقال؟ أسئلتنا هذه نطرحها على ضيفينا الأستاذ الجامعيين والأكاديميين، السيدة سمية بن رجب الأستاذة الجامعية في معهد الصحافة، وشاكر الحوكي الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق والعلوم السياسية. أهلا بكما. نبدأ مع العنصر النسائي. أهلا بك سيدة سمية، واسمح لي أن أنطلق من الحدث الأبرز اليوم، يمكن أكبر حملة تلقيح جرت في تونس بعد الحالة الصعبة التي مرت بها. أنتم يعني كأكاديمية وهنالك الآن نترقب الشهر المقبل بدء العام الدراسي، كيف تقاربون واقع الأمن الصحي؟ وهل يمكن التعويل بالفعل على ما وصلنا إليه إلى مرحلة أكثر أمانا؟ هو بالفعل الملف الصحي بالنسبة لتونس اليوم يطرح يعني إشكال كبير في التعامل مع الظروف التي ستأتي فيما بعد. أظن أن الخطوة التي اتخذتها تونس اليوم هي خطوة مهمة جدا لتجاوز كثير من العراقيل التي ربما ستواجهنا في المستقبل بأكثر صعوبة لو أن الدولة لم تتحرك، ولو أن كل الجهود التي تتضافرت اليوم من جيش وطني، من أمن، من إطار صحي وشبه طبي، وأيضا جمعيات المجتمع المدني التي كان لها يعني الأثر البارز يعني والمساهمة الفعلية في إنجاح يعني هذا اليوم، يوم الحملة الوطنية للتلقيح. أظن أن هذه الفترة هي فترة مهمة في حياة تونس، هي ملف من الملفات المهمة التي تطرح يعني على طاولة رئاسة الجمهورية يعني بصفة يعني خاصة، لكونه رئيس الجمهورية عندما أقر بالتدابير الاستثنائية قال أن هناك خطرا داهما يهدد البلاد، وهذا الخطر الداهم وصفه في كونه الموت التونسيين الذين يعانون من هذا الوباء الذي يحصد الأرواح. إذن المسألة اليوم هي دقيقة جدا وحساسة جدا، ويجب أن نتعامل معها بكثير من الجدية والحرص حتى نتجاوز يعني كل تلك العراقيل التي كانت للأسف. هل نجح الرئيس سعيد بما فشل به السيد المشاشي؟ إلى حد الآن يقال أن هذه الخطوة قد نجحت، يعني في ظاهرها نجحت، هناك يعني ترتيب يعني محكم، هناك أيضا 450,000 يعني ملقح اليوم أو أكثر من أكثر هذا العدد، يعني 800,000 ممكن أن تصل إلى حدود المليون. نعم مواطن. نعم، يعني الأهداف كانت يعني أهداف يعني مهمة جدا، وأظن أن المرحلة يمكن أن تنجح يعني بتضافر جهود كل الإطارات وكل. ما رأيك أستاذ شاكر بذات الموضوع، خصوصا الأمن الصحي، وكيف تقيمون هذا الوضع؟ ونحن نتحدث عن نية بأن يكون هنالك يوم مفتوح وتجارب أخرى، اليوم نتحدث عن سن 40 وهذا العدد المهم يعني من 12 مليون مواطن تونسي، أن نتحدث عن مليون اليوم تم تلقيحهم أو 800,000. أولا شكرا على هذه الاستضافة لأول مرة الحقيقة في قناة الميادين. بالنسبة للسؤال، نحن في الحقيقة نبارك أي خطوة في الحقيقة في هذا الاتجاه من شأنها أن تقاوم هذه الجائحة التي في الحقيقة لا تعاني منها تونس فقط ولكن كل الدول، ولكن تأخرت نسبيا على بعض الدول التي لقحت ربنا أو طعمت مبكرا بعض الشيء. نحاول أن نتدارك، نأمل أن هذه الخطوة يعني تتواصل وتستمر. فقط بالنسبة للسؤال، لماذا نجحت هل نجحت هذه
المرأة يعني عملية التلقيح وربما مقارنة عندما كان رئيس الحكومة المشيشي متواجدا وحاول أن يؤثث يوما بدوره مخصصا للتلقيح، ولكنه كان يوم الثلاثاء وصفه بالكارثي الرئيس سعيد وقتها. هذا هو يعني السؤال يطرح، لماذا لماذا يعني حقيقة السؤال يطرح على المشيشي وعلى فريقه، لماذا لم ينجح ذلك اليوم؟ هل هو يعني فشل يعود إلى أمور موضوعية أو كان فشلا مقصودا؟ يعني هذا هو السؤال ربما الذي يطرح ويجب على المشيشي. في سياسة صحية غير محكمة كان أستاذ شاكر، لأن البنية التحتية حتى للمستشفيات كل هذه الوعود هذه البنية والمرافق العامة، قضية البنية الصحية ليست جديدة، نعرف أن البنية متهالكة الصحية وغير الصحية في الحقيقة، ولكن غياب التنسيق يبدو، أنا ليس لدي معطيات دقيقة حول الموضوع، ولكن يبدو أن غياب التنسيق بين وزير الصحة في ذلك الوقت وبين المشيشي من جهة، والجو المتوتر بين رئيس الدولة وبين رئيس الحكومة، قد ألقى بدلاله على عملية التلقيح، وربما هذا الذي يفسر فشل ذلك اليوم ونجاح هذا اليوم. هذا هو. أعود إليك سمية لأنطلق من المواقف السياسية، التقييم القانوني أيضا الأكاديمي، ولكن سأتحدث من منطلق أكاديمي. حضرتك من بين النخبويين والأكاديميين والمثقفين الذين وقعتم على بيان تدعمون فيه خطوات الرئيس، أيضا دعوتموه إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحددة واحترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية. كمراقبة اليوم وأكاديمية، كيف تقاربين كل هذه الإجراءات التي اتخذت منذ 25 من جويلية الماضي حتى الآن وصلنا إلى نصف المهلة، يمكن القول بالثلاثين يوم؟ من المؤكد أن الرسالة التي يعني وجهناها إلى الرأي العام الوطني والعالمي، والتي أكدنا فيها على ارتياح نوعا ما تجاه التدابير الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية وتفعيله للفصل 80، هي رسالة تعبر عن خلفياتنا نحن كيف نقرأ نحن أو نستقرأ الواقع التونسي اليوم. هذا الواقع الذي يعني شابته كثير من الصراعات، أصبح يعني عبارة عن مسرح للتجاذبات السياسية، كان هناك تعفن يعني في مستوى يعني العلاقة بين الحزام السياسي الحاكم وبين الشعب الذي كان يطالب يعني بكثير وكثير يعني من المطالب الشرعية، يعني حسب قراءتي الخاصة أرى أن هذا ما حدث بعد 25 جويلية هو يعني أمر طبيعي جدا، ولربما تأخر هذا الأمر كثيرا ليحدث لكونه هناك نوع من التعفن، سواء كان ذلك في الطبقة السياسية وتأثيره كان كبيرا جدا، سواء كان في المستوى الاقتصادي، في مستوى المنظومة الإدارية، التعليمية، الصحية، القضائية، أيضا في مستوى يعني استشراء أو يعني تفشي الفساد يعني في يعني مختلف يعني مصالح أو مفاصل الدولة. يعني كان هناك ضرورة لأن يخرج هذا الشعب ويعبر عن إرادته ويضع حدا لكل تلك يعني الصراعات التي كان يراها، والتي كانت لا تخدم مصلحة تونس ولكن كانت تخدم مصالح يعني سياسية ضيقة ومصالح سياسية لحزب حاكم يريد أن يفرض سيطرته بغطاء ما يعرف بالديمقراطية. الديمقراطية ليس أن يعني أن نبحث عن الاستبداد داخل منظومة يعني مقننة، أو يعني الاختباء وراء دستور معين وضع على المقاس، ولكن الديمقراطية هو أن يكون لهذا الشعب يعني الكلمة الفصل، أن يعني لا يجب أن يكون هذا الدستور هو فقط يعني الوعاء الذي هنا طرحت القضية الشائكة الآن بما يتعلق بالدستور، في حين يرشح الكثير بما يتعلق كذلك اليوم يعني تحديدا وسائل إعلام محلية تونسية بأنه من ضمن خارطة الطريق أو خطة العمل التي ستصدر من الرئيس سعيد تعليق العمل بالدستور. هذه نقطة سوف أعود إليها، ولكن اسمح لي أن أنقل إلى الأستاذ شاكر أو أنتقل إلى الأستاذ شاكر. أنتم وقعتم على بيان يعني مناقض بخياراته أيضا مع نخبويين جامعيين أكاديميين ومثقفين أستاذ شاكر، البيان تحت عنوان العودة للشرعية الدستورية.
ما هي المقاربة لديكم وتعليقكم على كلام الأستاذة سمية؟ في الحقيقة أستغرب أنا من الكلام الذي قيل من الأستاذة سمية، لأنه كلام غير قانوني وغير دستوري وليس فيه إجماع بصراحة، هو ذاتي وانفعالي وغريزي. فلتسمح لي الأستاذة، يعني أنا كأستاذ في قانون دستوري وفي العلوم السياسية، يعني هذا الكلام لا يسمح به يعني أن يوجه إلى الطلبة في الحقيقة. يعني المسألة أكثر دقة من القول أو قول الكلام على عوائنه كما يقال. يعني المسألة ليست بهذه البساطة. يعني كثير من الكلام الذي جاء على لسانها لا أوافقه، لا أوافقها عليه. إنما عودة إلى سؤالك، سوف نعود ربما إلى بعض النقاط التي طرحت. بس استطراد، يعني الكثر من الأكاديميين الذين وقعوا مع الأستاذة سمية أو النخبويين الذين يوافقون إجراءات الرئيس قيس سعيد ويقولون أنها تأخرت، قالوا بأنهم كان في استشارة لجهابذة القانون، مثلا مثل الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه رجع بدستورية الفصل 80 بتفعيله، ويعني كان هو الحل الأمثل للرئيس سعيد. ومن هنا أنطلق لتجيب على سؤالك، تفضل. تفرعت يعني الأسئلة في الحقيقة، وهذا يقتضي تفرع على مستوى الأجوبة، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أن الخطوة التي اتخذها رئيس الدولة في الحقيقة لا علاقة لها بالدستور ولا علاقة لها بالفصل 80، هي خطوة تأتي في سياق الأمر الواقع، تأتي في سياق خارج الدستور. هذا أستطيع أن أؤكده ليس من خلال قراءتي للدستور، ولكن أيضا من خلال قراءة عديد من الأساتذة الزملاء، وحتى من خلال قراءة قيس سعيد. وأنا أطلب منك أن تسمحي لي ولو دقيقة حتى أقرأ لك ما قاله قيس سعيد بخصوص الفصل 80، هذا الفصل بالذات. تفضل. على أثر العملية الإرهابية التي وقعت زمن الراحل الباجي قائد السبسي، يعني عندما كان أستاذا جامعيا. بالضبط. استدعي في ذلك الوقت في قناة الزيتونة وأبدى برأيه، وقال مجموعة من الأفكار المهمة جدا التي تنطبق على هذه المرحلة وتنطبق على الفصل 80. ماذا يقول الرئيس قيس سعيد الذي كان في ذلك الوقت أستاذا؟ يقول بالحرف الواحد: الفصل 80 أو الفصل 80 الذي أطاح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية دون أن يحدد محتواها، ولكن أي أن الدستور لم يحدد محتوى التدابير الاستثنائية، ولكن اتخاذ هذه التدابير مشروط، يقول قيس سعيد، يقول مشروط بجملة من الشروط الموضوعية، يجب أن يكون هناك خطر داهم، ولكن الخطر الداهم المنصوص عليه في الدستور لا يجب أن يقتصر على ذكر الأسباب أو قراءة للأوضاع، بل يجب أن يكون مهددا لكيان الوطن، مهددا لكيان الوطن. بالتالي لا يمكن اللجوء إلى الفصل 80 إلا إذا كان مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد واستقرارها. وأكثر من ذلك، واصل في نفس النص، يقول قيس سعيد: أكثر من ذلك، ينص الدستور بالفصل 80 على أنه يتعذر معه السير العادي لدولة بالدولة، بمعنى أنه لا يمكن اللجوء إلى هذا الفصل إلا إذا تعذر معه السير العادي لدولة بالدولة. ونحن نعرف أن 25 جويلية تزامن مع يوم عطلة، وبالتالي لم يكن هناك مشكل على مستوى تعطيل دواليب سير الدولة، ولكن في مسار سياسي سبقه. طبعا أستاذ شاكر، أتحدث يعني ما حدث بالتجاذبات السياسية، بالصراعات ما بين الرئاسات الثلاث، صلاحيات الرئيس فعلا. أيضا ما جرى بكورونا عندما تحدثت عن الأمن الصحي كان مفجرا للأوضاع. سيدتي العزيزة، سوف أعود إليك، أقدم القراءة القانونية التي قدمها قيس سعيد نفسه. لا يعقل أن نقدم، يعني ونقبل تناقض في كلام طبعاً الرئيس. لا يمكن أن نقدم قراءة نقبلها لأن الرئيس في ذلك الراحل الباجي قيد السبسي، ثم بعد ذلك ننقلب على تلك القراءة ونقبلها. لديك تعليق أستاذة سمية؟ فلتسمح لي فقط على هذه النقطة أن تعقب عليها. أكيد مقاربة الأستاذ هي مقاربة قانونية، يعني في إطار قراءة النص، يعني كما هو النص الدستوري، النص القانوني كما هو، دون ربما النظر إلى الظروف التي أحاطت بهذا، يعني بهذه الإجراءات، وأيضا السياقات التي جاء فيها يعني هذا القرار، يعني من قبل رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80. أعود إلى مسألة فصل 80. هناك أيضا مسألة غائبة وهي مسألة المحكمة الدستورية. يعني ليس هناك حكم هنا بين
مجلس النواب والرئيس حتى نقول بأن الرئيس قد تجاوز القانون إلى غير التي ذلك. التي لم تتشكل بسبب التجاذبات السياسية. هذا في 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 باب أول. في باب ثاني، أمن واستقرار البلاد، هل هناك أخطر من أن يتحول مجلس النواب الذي هو في نفس الوقت ممثل الشعب وهو الذي يعني يمثل كل طوائف الشعب والأحزاب إلى غير ذلك، يتحول إلى مسرح للعنف والعراك، ويتحول أيضا إلى مسرح لحلبة ملاكمة، يعني لم يعد هناك استقرار يعني في مستوى العمل التشريعية. نعم، في مستوى العمل عمل البرلمان أو عمل المجلس النيابي لم يعد هناك استمرارية، دائما كان هناك يعني عديد التجاذبات والصراعات التي أثرت على عمل هذا المجلس. إذن هذا المجلس أصبح لا يعني يمثل الشعب يعني في مستوى العمل، لا يمكن له أن يواصل بهذه الطريقة، لأننا نتوقع يعني بعد هذا العنف اللفظي والمادي والرمزي وكل ما حدث داخل ذلك المجلس، يعني نتوقع أن يحدث أيضا حتى يعني يمكن أن يصل هؤلاء النواب إلى التقاتل فيما بينهم، يعني فيما بينهم، وربما قد نصل حتى إلى الاغتيالات السياسية. هل هناك خطر يعني أخطر يعني من هذه المسألة على الأمن؟ طيب. أنا سأنطلق من تحرك الشارع أستاذ شاكر. إذا لم يكن تعتبر خطر داهم أو أي تهديد فعلي لتطبيق الفصل 80، في المقابل كان هنالك حركة عفوية في تأييد شعبي حتى ليس بأوساط يعني من كان مع الرئيس سعيد، في ناس كانوا معارضين وصلوا إلى مكان بتقاطع طرق وتقاطع نقاط بأنه كان يجب أن يتخذ هذا الإجراء ولو طالبوه بضمانات صراحة، خصوصا بالأيام المقبلة، 15 يوم المقبلين، يعني من 25 حتى الآن. لماذا برأيك؟ لماذا هذا الشارع كان متحمسا وتواقا للوصول إلى هذه اللحظة؟ مرة أخرى أو متفاعلا معه؟ مرة أخرى أتحفظ على الكلام الذي جاء أو ورد على لسان زميلتي لأنه غير دقيق. مثلا في قضية ممكن أن ترد، يعني لا يمكن أن تصنفه أستاذ. نعم. شاكر أنا سأعطيك مثال، أنت تعبر عن وجهة نظرك. نعم. هي قضية ليست وجهة نظر، عندما نبني على الخطأ بطبيعة الحال سوف تكون النتائج خاطئة. مثلا حتى لو كانت المحكمة الدستورية موجودة فهي لا تنظر في تنازع الصلاحيات عندما تكون بين رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب، حتى لو كانت موجودة هذا ليس اختصاصها، هي تنظر في النزاع تنازع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. زميلتي قالت شيئا آخر غير موجود في الدستور وغير محتمل أن يكون موجودا أصلا، وبالتالي عندما نريد أن نتحدث في القانون نقدم معلومة صحيحة، وإلا أفضل أن لا. لا تفضل. هذا هو يعني وصح من هذه الناحية. طيب. بالنسبة لقضية الخطر الدائم، هذه مسألة تقديرية، هل وقع خطر دائم حقيقة في تونس؟ أنا كنت أسرد ما قاله قيس سعيد بعد عملية إرهابية كانت خطيرة جدا في البلاد، قال أنه هذا ليس لا يمكن أن يؤخذ على أنه خطر دائم. هل نحن في خطر دائم بمعنى يؤدي إلى وقف وتعطيل دواليب الدولة؟ دواليب الدولة كما ترينها هي تسير بشكل عادي، وكان يمكن لرئيس الدولة أن يتخذ خطوات دون تعليق العمل بالبرلمان التي من شأنها أن تعيد شاكر. نعم. الأمور كانت مستتبة بأمر عادي، يعني ما يجري في البرلمان كما ذكرت قبل قليل السيدة سمية عادي، ما يجري في الاقتصاد كان بشكل عادي، مفاصل الإدارة ما وصل حتى إليه يمكن البنية التحتية التي كنا نتحدث أمر عادي، سيدة العزيزة. ملفات قضائية تم طمسها وتم يمكن تبيتها بأدراج لكي لا يتم الحديث عنها، كلها كانت وكأنها منظومة كاملة متكاملة، ليست فقط على بالمستوى السياسي بل بكل المستويات. رئيس الدولة جزء من هذه المنظومة، وقبل الذهاب إلى حل البرلمان أو تعليقه، وهو تعليق أقول لك بكل صراحة ليس مرده ما حدث في تونس من تعفن على المستوى البرلماني، ولكن مرده مشروع كامل جاهز يحمله الأستاذ قيس سعيد منذ 2011، وهو الآن بسبب استغلال الأحداث من أجل فرض تصوره. رئيس الدولة يؤمن بمشروع يقوم على ثلاثة أو أربع عناصر أساسية. العنصر الأول للمصالحة مع الفاسدين أو ما يسميه بالصلح الجزائي مع الفاسدين. العنصر الثاني وهو العنصر الذي يتعلق بإلغاء الحياة الحزبية في البلاد واعتماد الاقتراع على الأفراد وليس الاقتراع على الأحزاب، وهذه بدعة في الأنظمة السياسية. والعنصر الثالث يتعلق بالنظام الرئاسوي، رئيس الدولة يريد أن يعيدنا إلى نظام رئاسوي وليس حتى رئاسي، وهذا النظام الذي دافع عنه منذ 2011
ودافع عنه بمفرده ولم ينضم إليه أحدا إلى هذا المشروع. يعني الحياة السياسية ذهبت في توافقات أخرى، وذهبنا في مرحلة أخرى بحماية أو برقابة أو بوصاية، قولي ما شئت، دولية، يعني تأطير أممي إذا جاز، يعني تأطير أممي. تدخلت الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة، وتكفلت بصرف مصاريف هائلة من أجل وضع انتخاب مجلس وطني تأسيسي بداية، ثم وضع الدستور، ثم الإحاطة بكل المسائل يعني القانونية. يعني لديكم توجس ومخاوف من تغيير هذا؟ طبعا، رئيس الدولة في ذلك الوقت الوحيد الذي كان يرفض هذا المسار. ولكن الآن نريد أن يعيد، ألم يأتي نتيجة لفشل رئيس الدولة؟ طبعاً رئيس الدولة يريد أن يعيدنا إلى مسار 2011. كنا نتصور أننا هذا المسار تجاوزناه، وعلينا أن نعالج المشاكل الأخرى تبقى لآليات مختلفة تقدمها الديمقراطية نفسها، يقدمها النظام الديمقراطي نفسه. ولكن رئيس الدولة استغل هذه الاضطرابات التي ساهم فيها بدرجات متفاوتة، عندما يعني رئيس الدولة يرفض أن يقترح مشاريع قوانين، عندما يرفض أن يقدم، أن يخاطب النواب في مجلس نواب الشعب، كان بوسعه أن يذهب إلى مجلس نواب الشعب ويقدم توجيهاته ويقدم ملاحظاته، أريد منها أن ولكن هو رفض ذلك. سمية رئيس الدولة شاك. كان بوسعه أن يصادق أربع عناصر أساسية على المحكمة الدستورية ولكنه رفض ذلك. طيب سمية، يعني تحدث عن بشق أساسي أعادنا كما قيل أو قال البعض قانون المصالحة الاقتصادية الذي وقع عام 2015 من قبل المرحوم الباجي قايد السبسي في صلح جزئي مع الفاسدين، في أيضا تحويل هذا النظام، رفض إقرار مشاريع بقوانين. ما هو مردكم على هذه النقاط الأساسية أو كما يقول الأستاذ شاكر استغلها الرئيس قيس سعيد؟ في بداية أريد أن أعلق على مسألة التنازع بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة. أظن أن القراءة القانونية دائما تبقى جافة في مستوى السطور. ما نراه دون الإحاطة بالظروف السياسية. ما نراه نحن هو أن الحكومة، يعني رئيس الحكومة، كان في نزاع وفي صدام يعني دائم مع رئيس الجمهورية، لأنه كان مسنودا من قبل حزام سياسي داخل البرلمان التونسي. يعني لا يمكن أن نذهب يعني إلى النص القانوني هكذا ونقول هذا ما ورد في النص القانوني دون أن نرجع إلى الخلفيات، ودون أن نرجع إلى القراءة السياسية، ودون أن نرجع إلى ظروف التي تحيط بكل هذه الإجراءات. يعني لا يمكن أن نقول أن المسار الديمقراطي سوف يعود بنا إلى 2011 أو يعود بنا إلى الاستبداد أو غير ذلك. لا، يجب أن نؤكد على مسألة أخرى، هو أننا عندما وقعنا على البيان قلنا بأننا متيقظون وفطنون لكل ما سيحدث أو يحدث الآن، يعني من قبل رئاسة الجمهورية وكل الإجراءات التي ستقع. فإن عاد يعني إلى مسألة الاستبداد أو الاستفراد بالسلطة، أو أنه يريد أن يبني ديكتاتورية على يعني حساب الديمقراطية في تونس والحريات إلى غير ذلك، فإننا له بالمرصاد. يعني نحن لا نعطي شيك على بياض كما يقال، يعني صحيح. هكذا لرئيس الجمهورية كونه فقط يعني احتكم إلى قراءة أو تأويل الفصل 80. سمية، هل تسمح لي في بلد لديه منظمات مجتمع مدني قوي وفاعل حائز على جائزة نوبل بالحوار الوطني لتجربة الحوار الوطني، أيضا في لدى هذا الشعب وعي كاف وقادر على ممكن توجيه أي محاولات لحرف المسارات، وهنا هذا الشعب المتيقظ ممكن أن يصحح البوصلة بأن لا يمكن تبدد هذه الهواجس أو المخاوف لدى الأستاذ شاكر وأيضا من يوافقه الرأي بأن هذه السلطات بدت بيد شخص واحد. هو التخوف يعني مشروع، هو التخوف مشروع يعني من قبل المنظمات أو من قبل الأحزاب، وكل عبر على تخوفه بطريقة ما. ولكن كون هناك يعني منظمات كما قلت قوية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل بعض المنظمات الأخرى التي ربما عبرت على بنوع يعني من التردد في يعني المسارعة إلى مباركة هذه الإجراءات الاستثنائية، ولكن في وقت لاحق جلست إلى رئيس الجمهورية وفهمت تصوره للمرحلة الحالية، وفهمت أيضا ماذا يعني تخبأ كواليس هذه الإجراءات نوعا ما، وطالبته بأن يكون سريعا في مستوى يعني وضع خارطة الطريق. هل كانت الإجراءات سريعة؟
هي لم تكن سريعة، وهذا يعني ما جعلنا نحن أيضا نحن المثقفون والأكاديميون وكل منظمات المجتمع المدني نطالب رئيس الجمهورية بأن يكون سريعا يعني في مستوى الإجراءات الخطوات القادمة صحيح. حتى يكون لنا بوصلة كما يعني أسلفتي يعني في المستقبل، وفي نفس الوقت أن لا يكون هناك تسرع، لأن كل تسرع كلف تونس يعني الكثير، وكل خطأ ارتكبه قيس سعيد في الماضي سواء كان بوضع رئيس الحكومة المشيشي أو فخفاخ أو غيره كان يكلف الجمهورية التونسية الكثير. اليوم هو مطالب بأن يكون يعني في مستوى اللحظة، وهو مطالب أيضا بأن يكون يعني في مستوى انتظارات هذا الشعب الذي خرج يوم 25 جويلية للمطالبة يعني بالحرية والكرامة، وطبعا الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى. أستاذ شاكر، ما بين يمكن في هو كما قالت السيدة سمية، ما بين الحزام السياسي، بين المنظومة والحاكم، وبين متطلبات أو أفاق الشعب وطموحاته، لماذا تتوجسون أنتم وتقول هذا أمر مشروع بأن توضع والتفرد بالحكم أو توضع السلطات بيد شخص واحد، ونحن نتحدث عن مجتمع يتمتع بمكونات كمنظمات ومجتمع مدني وجمعيات، وكما قلنا حتى الشعب اليقظ لذلك قادر على يمكن ضبط الأمور ولا تنفلت الأمور بأنه يبقى استقلالية هذه السلطات الثلاث؟ سيدتي العزيزة، منذ الأمس فيما أتذكر قال رئيس الدولة أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وسوف نصنع تاريخا جديدا. وفي العادة يقول بأن هذا التاريخ سيصنعه ليس لتونس فقط ولكن للإنسانية، إذن هذا مشروع للإنسانية وإلى البشرية، ويجب أن ننتبه جيدا إلى المفردات التي يستعملها رئيس الدولة وأن نكون جديين عندما نتعامل مع خطاب رئيس الدولة. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، عندما كنا في الحملة الانتخابية التشريعية صرح رئيس الدولة بأن الانتخابات التشريعية التونسية التي حدثت عام 2019 سوف تكون آخر انتخابات تشريعية طبقا للنظام التمثيلي النيابي، ونحن نعرف جيدا أن رئيس الدولة لديه موقفا من التمثيل النيابي، نعرف جيدا أن هذا النظام التمثيلي النيابي يعيش أزمة، ولكن نتجاوز في العالم كله، لكن أزمة بما فيها في لبنان، لكن أزمة التمثيل النيابي أو نظام النيابي أزمة لبنان نموذج خاص، نظام النيابي يعيش أزمة متفقين على ذلك، ولكن تجاوز أزمة التمثيل النيابي لا يكون بحل البرلمان والتخلي عن الأحزاب والتخلي عن الاقتراع عن القائمات الحزبية وغير ذلك، وتقديم مشروع بديل مجهول يعود يعني المفكرين وفقهاء القانون الدستوري ناقشوه في القرن التاسع عشر مطولا، قضية سحب الوكالة، قضية الانتخاب على الأفراد إلى غير ذلك، تم مناقشة هذه المواضيع مطولا من قبل الفقهاء القانون الدستوري في القرن التاسع عشر، خاصة فقهاء القانون التعليق العام، وتجاوزوا طبعا هناك خطر كبير جدا. يعني نحن في تونس عرفنا ثلاثة مناسبات تم فيها التعليق. التعليق الأول حدث عام 1864 بالنسبة للدستور 1861، بعد 3 سنوات من العمل به تم تعليق الدستور على أثر ثورة بن غذاب، بعد ذلك عاد الاستبداد المطلق وانتهت الفترة التي تعتبر في ذلك الوقت فترة تنوير في الفكر، تعتبر فترة الإصلاح أو فترة النهضة في الفكر ولدى النخب التونسية. المرة الثانية انتهت تلك الفترة بالاحتلال الفرنسي، لأنه بعد مدة قصيرة تدخل المحتل الفرنسي واحتل البلاد. المرة الثانية كان ذلك على أثر الثورة التونسية، تم التعليق بالدستور وانخرطنا في ما يسمى بالانتقال الديمقراطي وقمنا بوضع مجلس وطني تأسيسي إلى غير ذلك، ودخلنا في مسار الانتقالي. الآن هذه المرة الثالثة، هذه المرة الثالثة مريبة جدا في الحقيقة، ليس حولها إجماع، هي تصرف انفرادي من رئيس الدولة، لا نعرف بالضبط ماذا يريد، لأنه هو يستعمل، لا أفهم، هو تصرف انفرادي أم تصرف تقول وفقا لمشروع أتى به الرئيس قيس سعيد قبل قليل منذ عام 2011؟ تعليق الدستور تم بطريقة انفرادية، تعليق الدستور بفسر ذلك تناقض بالكلام، لا ليس هناك أي تناقض. رئيس الدولة تعليق العمل حل أو تعليق العمل
تعليق عمل المجلس النيابي وبالتالي تعليق العمل بالدستور هو عمل انفرادي قام به رئيس الدولة، لكن هذا يأتي في إطار مشروع كان يدافع عنه منذ 2011. رئيس الدولة لم يتخلى على هذا المشروع وهو يجد نفسه اليوم في طريق مفتوح. اسمح لي أستاذتي، هو يجد نفسه اليوم في طريق مفتوح لتطبيق مشروعه. وتذكر مني هذا الكلام، رئيس الدولة أعرفه أنا معرفة لا أقول جيدا، ولكن هو زميل في الجامعة التونسية وهو شخصية عنيدة جدا، لن يتراجع على هذا المشروع، يعتبره خلاص لتونس وخلاص للإنسانية بما فيها لبنان. ربما سوف يقدم لكم هذه الرسالة الذي هو يجد نفسه يعني معنيا بنشرها في كل العالم. هو يتحدث أمام التاريخ وأمام الله وأمام البشرية يعني وأمام الإنسانية. هو مبعوث العناية الإلهية، الأستاذ قيس سعيد هو مبعوث العناية الإلهية ليقدم مشروعه للإنسانية. يعني راقبي مفرداته، راقبي مصطلحاته، سوف تستنتجين هذا الكلام الذي أقوله. تريدين أن تعقب بشكل سريع قبل أن نذهب إلى فاصل؟ أنا مضطرة للذهاب سمية. نعم، ربما في الحديث الذي تفضل به الأستاذ جميل أن نعيد يعني المحطات التاريخية حول مسألة تعليق الدستور، ولكن صح. أظن أن الظرف الحالي في تونس لم يعني لا يعد يتحمل كل تلك المتجاذبات السياسية، وكان يجب أن يكون هناك مخرج ما، وهذا المخرج لن يكون لقيس سعيد فقط الدور الأساسي فيه، ولكن كل مكونات المجتمع المدني، كل المنظمات، كل الشعب التونسي سيكون له علاقة ودور في هذا المسار الجديد. يعني لا أعتقد أن قيس سعيد اليوم يستطيع أن يتفرد بالسلطة كما تفرد بها بن علي في يوم من الأيام. ليس هنالك من مخاوف تجاه هذه الجزئية التي تثير هواجس البعض من معارضين الرئيس سعيد؟ تعليق الدستور الآن ثم نتحدث عن مسار جديد، ربما تغيير النظام السياسي الذي سوف يفتح آفاق جديدة للديمقراطية التونسية. أيضا القانون الانتخابي يجب أن يكون من بين الملفات الحارقة اليوم. يعني هذا القانون الانتخابي هو الذي تسبب في الكارثة التي عاشتها تونس منذ عشريات. اسمح لي سمية وكذلك أستاذ شاكر بأن نخوض بالعديد كذلك من المحاور، محاربة الفساد، أيضا الخطوات الإجرائية المأمولة، أي خريطة طريق مرتقبة، ملامح هذه الخارطة أو خطة العمل للمرحلة المقبلة. ولكن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال الحوار. تونس الجمهورية الثالثة، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لليلة، تونس الجمهورية الثالثة، ونجدد الترحيب بضيفينا الأستاذ شاكر الحويكي وكذلك من سمية بن رجب. سمية سأستأنف الحوار معك، وإذا أردت يمكن بتعقيب قال قبل قليل بأنه مبعوث إلهي، وبالتأكيد أنت لديك رد على هذه النقطة لأنه عندكم الكثير من المطالبات بالضمانات لما يقوم به الرئيس قيس سعيد. إذا أردت أن تجيب عن هذه النقطة قبل أن أستكمل الحوار معك. لا أعتقد أن قيس سعيد مبعوث إلهي، يعني ليس لديه هذه القدرة الخارقة ليكون يعني مبعوثا من خارج الحدود من التونسية من الإله. كيف معني بخارج الحدود التونسية؟ يتحدث عن مشروع أتى به خارج الحدود، يعني هل هو مدعوم من قبل أطراف؟ لأن اليوم في كثير تساؤلات عن حالة استقطاب الخارجية سمية، يعني طرف النهضة والحلفاء للنهضة يتحدثون عن أنه في مشروع معين أو دول أساسية تساند الرئيس سعيد بقراراته، خصوصا مع وصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية آخرها كان أنور قرقاش من قبل الإمارات. أعتقد أن هذه الحجة هي حجة الضعيف. النهضة اليوم تعيش يعني في وضع هشاشة، هناك صراعات داخل الحركة في حد ذاتها، هناك تجاذبات كبرى يعني بين يعني أطراف سياسية داخل الحركة. ما قام به قيس سعيد يعني لقي مساندة دولية سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من فرنسا أو من عديد الدول العربية. أكيد هذا الموضوع أثر كثيرا يعني على الموقف أو المواقف المناهضة لقيس سعيد. لكن أريد أن أعود إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن ما يحدث اليوم في العالم هو تغيرات
يعني جيوستراتيجية، هناك يعني تغيرات في المستوى الإقليمي هي التي ربما تفرض اليوم على حركة النهضة أن تعرف أنها لم تعد بكل تلك القوة التي كانت عليها يعني منذ بدايتها سنة 2011. والدعم الأمريكي حتى الديمقراطيون الذين دعموا حركة النهضة في البداية لم يعودوا يعني يقدمون نفس الدعم. في موقف ملتبس مع أن الأمريكيين يعني يبدو بالموقف الأخير لهم بالأمس وقبل أمس في تخوف على المسار الديمقراطي ودعم أكثر بالعودة إلى العمل البرلماني وتفعيل ذلك. هذا طبيعي يعني هذا طبيعي يعني كل الدول الغربية الديمقراطية الغربية دائما أو الديمقراطيات الغربية والتخوف الأكبر تنادي بالعودة إلى الشرعية. هل لديكم يعني أيضا يعني تخوف من الاستقطاب الحاصل بأنه مشاريع أو دول داعمة للرئيس سعيد؟ بالمقابل يقال أن النهضة أيضا تموضعت بسياسة محاور معينة بدعم الأنظمة والإخوان المسلمين، خصوصا نتحدث عن تركيا أو كدول عربية قطر. سيدة العزيزة، في كل تجارب الثورات وتجارب التغيير وتجارب الانتقال الديمقراطي هناك العامل الخارجي. عندما عاشت الولايات المتحدة الأمريكية ثورتها بالاستقلال عن التاج البريطاني كانت فرنسا تساندها، والثورة الفرنسية لاقت دول تساندها كما لاقت دول أخرى تعاديه. العامل الخارجي اليوم جزء من العمليات السياسية أينما كنا، لكن الفرق بين أن تجد دولا مثل تركيا مثلا، ولو أن الدولة التركية ليست دولة ديمقراطية بالتمام والكمال، هي دولة نسميها بالمفهوم السياسي سمي ديمقراطيك بمعنى شبه ديمقراطية. ومع ذلك عندما نرى أن الدولة التونسية السلطة السياسية دعمت في وقت من الأوقات من الولايات المتحدة الأمريكية أو من تركيا، هذه دول ديمقراطية. أما أن يتم كما هو الحال الآن التجربة التونسية يقع تدعيمها أو دعمها أو يعني ممارسة نوع من الوصاية عليها من قبل النظام المصري أو النظام الإماراتي أو النظام السعودي الذي قتل خاشقجي وهو ما زال يعاني إلى حد الآن. ماذا تقولون وصاية؟ بالمقابل قيل أنه في وصاية تركية، وصاية قطرية، وصاية أخوانية على قرار النهضة، حتى وصاية أمريكية يا أستاذ. قلت لك الفرق بينهما أنه هناك قضية التوصيف الإخواني، هذه أدع هذه المسألة لغيري يناقش فيها. إنما كما قلت لك قضية التدخل الأجنبي مسألة عادية في التغيرات التي تحدث عبر القرون وعبر التجارب، ولكن لا يمكن أبعاد هذه الأبعاد الخارجية. طبعا تونس مرتبطة بإقليمها، تونس تعيش لا تعيش في جزيرة معزولة، ويمكن أن نترقب وعلينا أن ننتظر تدخلات أجنبية. ولكن هناك فرق بين التدخل تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية بإرثها الديمقراطي على الرغم من جرائمها في المنطقة ولكن تملك ضميرا أخلاقيا ديمقراطيا، وبين الإمارات العربية المتحدة المتحالفة مع إسرائيل وتحمل مشروعا متصهينا في المنطقة تريد أن تسوقه في كامل الدول العربية حتى لا تبقى الإمارات دولة معزولة. ونفس الشيء ينسحب على السعودية كما ينسحب على مصر. لماذا لم تجرم التطبيع يسألك كثر؟ أنه النهضة لم تجرم التطبيع عندما كانت في الحكم وعارضت هذا القانون في وهو كذلك. لكن قلنا نحن أن الدستور هو الدستور للحقوق والحريات، لا 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 قضية التجريم ليس مجالها الدستور ولكن مجالها القانون، ونحن نطالب منذ ذلك الوقت إلى اليوم بتجريم أي تطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن في إطار القانون. لنستفيد من الوقت، لدينا الكثير أيضا من الملفات. في ملف أساسي سأسأل عنه السيدة سمية، وطلب مني الأستاذ شاكر أن أتجاوزه بهذه القضية، ولكن في انتقادات وجهت بما يتعلق بالمحاكمات التي طالبت نوابا رفع عنهم الحصانة، وصفت أتحدث بعمليات الإيقاف والإحالة على القضاء ببعض منها بأنها بالمجال الاستعراضي. هل تم احترام شروط القانونية أتحدث بالإيقاف
وكذلك الحرمة الجسدية للموقفين، لأن هون في العديد من البيانات، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب أن هذه الرابطة أنه تقبلت الإجراءات الاستثنائية، ولكن تعبر عن خشيتها من مركزة السلطات الثلاث كما قلنا، وأيضا تمسكها بمدنية الدولة والنظام الجمهوري. وفي منظمات مثل مناهضة التعذيب تطالب أيضا باتخاذ عدم اتخاذ أي تدابير انتقامية مخالفة لمبادئ العدالة. هو من المؤكد أنه موقف يعني من يعني تجاه حقوق الإنسان، خاصة في مسألة يعني الإيقافات، حتى لو كانوا نوابا حتى لو كانوا سياسيين أجرموا في حق الدولة، لا يجب أن تكون المحاسبة يعني على مبدأ التشفي والانتقام. هذا يعني في باب أول. في باب ثاني يجب أن تكون هذه المحاكمات محاكمات عادلة، وأن تستجيب يعني إلى يعني القواعد القانونية المعروفة. شخصيا أعتبر أن أي إيقاف يعني وقع فيه ربما تهجم أو تشفي أو انتقام أو تعنيف أو ربما عنف تجاه الأشخاص هو مرفوض، يعني رفضا تاما. ونحن حتى يعني في رسالتنا قلنا يجب محاسبة هؤلاء، ولكن لا يجب أن يكون هناك يعني تشفي أو انتقام من هؤلاء. كما طالبنا أيضا بأن يعني تكون هناك محاولة مناهضة كل التدخلات الأجنبية التي تحاول أن تعيد نفس الأشخاص بنفس الشروط بنفس يعني الظروف إلى المشهد السياسي، حتى يتصدروا المشهد السياسي كما كانوا ويعيثوا في الأرض فسادا. إذن المسألة مبدئية في حراك هنا. هذا يستدعيني بالسؤال عن نقطة في حراك الذي أعلن عنه بالأمس بالندوة الصحفية 25 جويلية، يعني حراك هذا الشباب طرح البعض سؤال عن ماهيته ودوره وأهدافه، وسؤال أسئلة التباسية يعني حول من يقف وراء هذا الحراك. ما موقفكم منه؟ هذا الحراك في تقديري هو حراك غامض، يعني ليس له تعريف معين من وراءه، من يقف يعني وراء هذا هؤلاء الشباب. يعني يقال حراك الشباب، ولكن في عندما راينا البارحه في الندوه الصحفيه راينا ان كلهم كهول يعني وكهلات، يعني اغلب المشاركين يعني على سبيل يعني الطرفه. يعني من اين يعني جاءوا؟ كيف يعني وقع يعني جمع كل هذا الكم من الأشخاص؟ إلى ما يدعون؟ ما هو مشروعهم؟ إلى ما يصبون؟ ما وراءهم هؤلاء؟ نحن أيضا نتساءل. البعض اتهم بعض الشخصيات بالانتهازية لإيجاد موقع ما معين في اللامشهد. أنتقل إليك أستاذ شاكر، في قرارات أيضا أتحدث بملفات الفساد الأساسية، هل يمكن بالفعل بالآليات القانونية محاربة أخطبوط الفساد كما يقال في تونس؟ وفي انتقادات من عدد من الحقوقيين بأنه في إجراء احترازي ريثما التدقيق بملفات القضائية للمتهمين، نتحدث عن نواب سابقين وزراء سابقين وحتى قضاة. وهنا البعض شبه بأيام يوسف الشاهد، كان في محاولة آنذاك بالحرب على الفساد، ولكن المقاربة والمفارقة أنه هذه للمرة الأولى في قاضيين تحت الإقامة الجبرية. شوف سيدتي العزيزة، لا أملك هذه التفاصيل في الحقيقة، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أن محاربة الفساد لا تتم إلا في الأنظمة الديمقراطية، الأنظمة المستبدة والمتسلطة، والتي هي في طريقها إلى التسلط والاستبداد كما هو الحال الآن، لن تقاوم الفساد ولن تكافح الفساد. الفساد هو مفهوم أممي ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة لعام 2003، وتونس صادقت على هذه الاتفاقية عام 2008، ثم بعد ذلك أصدرنا يعني المجلس النيابي أصدر قانون وتشريع كامل في هذا الإطار، في إطار مكافحة الفساد، إلى جانب مجموعة أخرى من القوانين التي تصب في هذا الاتجاه. ما أريد أن أقوله أن مكافحة الفساد يقوم على مجموعة من الآليات، ومن ضمن هذه الآليات عدم التشهير. ما نراه الآن هو عملية التشهير، عملية تشهير مجانية لا علاقة لها بمكافحة الفساد، هي عملية تصفية تقوم بها الأنظمة التسلطية والاستبدادية حتى تبشرنا بما نحن قادمون أو بما نحن قادمون عليه لا أكثر ولا أقل. هذا ليس مكافحة الفساد، هذا شيء آخر. يمكن أن يرضي الناس بطبيعة الحال. نحن الآن ليس ماذا لدينا؟ لدينا رئيس من جهة وشارع متعطش إلى مثل هذه الخطوات في الحقيقة.
هو يستريح لهذه الخطوات. طب في ملفات محكمة يعني المحاسبات يا أستاذ شاكر لم ينفذ أي قرارات منها، وهنا يعني صار في أمل عند الشعب التونسي بأن تحال هذه القضايا، قضايا رجال أعمال، قضايا سياسيين انخرطوا فيها نواب ووزراء، لكي تفتح هذه المرة. وباتت الآن يمكن الإرادة السياسية جاهزة. ولماذا تقول بأن الاستبداد في حكم استبدادي لا يمكن تنفيذ هذه؟ هذا حسب التجارب سيدتي العزيزة، حسب التجارب الأنظمة تونس بأي عهد تعيش الآن؟ نحن بالضبط نحن دخلنا عام 2012 في عملية انتقالية ديمقراطية، وأسسنا إلى مرحلة جديدة أهم عناصرها هو الدستور 2014، ثم بعد ذلك جاءت مجموعة من المؤسسات بعضها إلى حد الآن لم يتم تعيين أعضائها، ولكن في كل الأحوال نحن دخلنا في مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وهي بالمناسبة بطبيعتها تستهلك وقتا طويلا، وكان يتطلب منا الأمر قليلا من الصبر حتى تستكمل الجمهورية الثانية كما يقال مؤسساتها فيما يتعلق بجميع المجالات، منها المحكمة الدستورية وبقية الهيئات التعديلية. أليست المنقذ الجمهورية المستقلة؟ نعم، أليست المنقذ هي الجمهورية الثالثة؟ لا لا لا، ما أريد أن أقول حتى أسترسل فيما وددت قوله، أنه عادة الأنظمة عندما تخوذ هذه التجارب من الانتقال الديمقراطي يمكن أن تعيش انتكاسات، التجارب تعلمنا بأن هناك ثلاثة نماذج عموما. هناك النموذج ما نسميه بالنموذج المتقطع، بمعنى بعض الدول تخوذ تجربة الانتقال الديمقراطي ثم يقع نوع من التقطع، وهذا ما حصل مثلا في الهند وإسبانيا، وربما نحن الآن في هذه اللحظة لحظة التقطع. وهناك تجارب للانتقال الديمقراطي تسمى بتجارب الانتقال الديمقراطي النهائية، بمعنى أنها تخوض تجربة للانتقال الديمقراطي تستمر فيها. من عرقل هذا الانتقال مثل إذا كان متقطعا؟ مثل إسبانيا، عفوا نعم. سيدتي، مثل إسبانيا والبرتغال. وهناك بعض التجارب الدائرية مثل الأرجنتين. الأرجنتين كانت دولة متسلطة النظام بمعنى، ثم بعد ذلك تحول إلى نظام ديمقراطي، ثم بعد ذلك تحول إلى نظام تسلطي، ثم بعد ذلك تحول إلى نظام ديمقراطي. بالنسبة للوضع التونسي نحن في وضعية طيب من عرقل الانتقال الديمقراطي؟ لم تجبني أستاذ شاكر، إذا كنا نحن بنظام ديمقراطي متقطع كما تعطي كما لحد الآن هنا. لحد الآن من ساهم بذلك؟ لحد الآن الرئيس قيس سعيد طبعاً. بما أوصل طبعاً حل البرلمان. كنا نعيش في تونس بمرحلة انتقال ديمقراطي سلس وسليم. كنا في عملية انتقال ديمقراطي بشهادة العالم، وهو لا يجاملنا في هذه النقطة. صحيح، فضاء من الحريات والديمقراطية، نموذج حققته تونس. نسوق الانتقال الديمقراطي حتى نحصل على ما نحتاجه من ديون ومن لا، بس في فشل يا أستاذ شاكر، في شعار رفع يعني شغل حرية كرامة وطنية، تحققنا من الديمقراطية ولكن الشغل لم يتأمن، الاقتصاد أين وصلنا إليه، الكرامة الوطنية التي تحقق بفضل الشغل وليس يعني بالأعداد والبطالة والهجة غير النظامية التي وصلنا إليها. وجدنا أناس يخرجون إلى الشارع ويقولون لا نريد كرامة وطنية ولا نريد حرية ولا نريد حرية تعبير، نريد جيش يحكمنا بالصوت. هذا ما سمعناه وما نسمعه من الناس. أستاذ سمية تسمح لي أسمع الرأي الآخر لأنه لا أريد أن أكون محامي الشيطان، فهي تدافع. الناس يا سيدتي يتساءلون باستنكار ماذا نفعل بها الحرية، ولا نريد الديمقراطية، هكذا بصريح العبارة. وهذا الشارع ما يقوله اليوم، ويجب أن نتصدى إلى ما يقال لك أنه رفع الشعار نفسه في 25 جويليا الماضي، كنا نسمع نفس الشعارات التي ترددت في يناير 2011. وهنا السؤال الأبرز، لماذا يعني لم تتحقق ما طالب ما خرج به الشعب التونسي لم يصل إلى المراد؟ في 2011 الأمر مختلف تماما. في 2011 كنا في نظام غير ديمقراطي ولا يسمح لا بحرية التعبير ولا النظام الذي كان سائدا ديمقراطيا. أما الآن فنحن في نظام منتخب، الشعب هو الذي انتخب وأتى بهذه. يعني أنت توصفه بالانقلاب؟ طبعا هو انقلاب على الدستور اولا، لانه وقع الخروج على قواعد اللعبه التي تم الاتفاق حولها. لا اسمع وجهات النظر الاخرى، لدي دقيقتين استاذ شاكر، تفضلي سميه. هو اكيد يعني هناك نوع من المضي يعني في اقصى يعني الموقف تجاه ما يحدث في تونس، ولكن شخصيا ارى انه حاله الاحباط التي كانت موجوده يعني في تونس خاصه في السنوات الاخيره، ويعني مواجهه التونسي للموت للفقر للخصاصه لكثير يعني من
الظروف السيئة والسلبية ربما تجعل يعني الشعب في بعض الأحيان يخرج يعني من 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 من, من دائرته التي كان يرى فيها كثير من الإيجابيات ليعبر بموقف سلبي ربما يعتبر يعني كان لديها أمال كبيرة يعني كرامة حرية. كيف تعيش الديمقراطية إذا لم يكن هناك نمو اقتصادي؟ كيف تعيش هذه الديمقراطية إذا لم تكن إذا وقع العبث بمقدرات الدولة؟ إذا أصبحت العملة يعني في الحضيض، إذا أصبحت يعني الأدمغة تهاجر من تونس، إذا أصبح الشباب ليس لديه أمل، إذا أصبح المواطن يأكل من القمامة، أين هي الديمقراطية عندما نراها ولا نرى أيضا كل هذه الظروف المحيطة بها؟ يعني كان هناك مطالب يعني رفعت في 2011، نفس هذه المطالب رفعت في 25 جويلية 2021. إذا الشعب متمسك بالحريات وأيضا متمسك بكرامته ومتمسك أيضا بتحسين اقتصاده ومعيشته. اليوم الشعب التونسي يتأمل، يرى الأشياء يعني بشكل مختلف، يحلم، أصبح هناك حلم. سمية، أي حكومة تحتاج تونس الآن؟ تحتاج إلى حكومة مصغرة، حكومة يعني كفاءات وطنية، حكومة يعني تحقق للشعب ذلك النمو، ذلك الرفاه الاقتصادي، تلك المعيشة الكريمة، يعني الخروج يعني من كما يقال من عنق الزجاجة الذي عشنا فيه لمدة عقد من الزمن. هل يمكن أن نواصل بهذا الأسلوب إلى حدود 2024؟ لا أعتقد. يعني جاء حكومة تحتاج. أريد أن أقول أن العملة إذا أصبحت في الحضيض فذلك ليس بالصدفة، كان ذلك قرارا سياسيا من قبل الراحل الباجي قائد السبسي عندما قدم مشروع قانون يقضي باستقلالية البنك المركزي وبتحرير الدينار التونسي، والباجي قائد السبسي كان منتخبا من قبل الشعب، على الشعب أن يتحمل هذه المسؤولية. نحن هنا لا أتحدث عن الحكومة، من دافعوا على هذا الانقلاب يأتون بحكومة تحقق النمو، هذا لا يعنيني أنا. كل ما أرى أن هناك رئيس الدولة، كل نحن إذا رئيس دولة ومقابله لمجتمع مدني ولا يحزنون، هناك شارع وهناك رئيس دولة، بمعنى هناك تحالف بين رئيس دولة وبين الشارع. في العادة التغيرات سوف نرى ماذا يمكن هذه التأليفة. شمال أن يكون الرئيس بيشبه شعبه، يشبه مطالب شعبه. عادة التغيرات والثورات تحدث نتيجة تحالفات طبقية بين الفلاحين والنخب، بين النخب والبرجوازية. نحن الآن إذا تحالف بين رؤية لرئيس الدولة وبين الشارع، سوف ننتظر ونرى ماذا سوف تنتج هذه الرؤية بكل بساطة. بالنسبة لكم برأيكم ما هي التوقعات؟ هي الكارثة، سنعرف معنى الخراب الحقيقي في المدة المقبلة. نحن نظرة تشاؤمية يعني. نحن الآن في متاهة، ويحز في نفسي أن أرى بلادي تذهب في هذا الأفق المسدود وأنا أرى أفق مسدود. سمية بوجهة نظرك بالتوقعات، إذا كان يتحدث عن انقلاب، أنا أعتقد أن ما حصل هو انقلاب على الرداءة، انقلاب على الصراعات السياسية، انقلاب على شرعية مزيفة، انقلاب على كثير وكثير يعني من المظاهر السيئة والسلبية التي عاشها المجتمع التونسي وتألم منها أشد الألم. اليوم نحن لا نتحدث عن انقلاب كما يقول، نحن نحاول أن نخرج من هذا يعني المأزق إلى النور فقط. شكرا جزيلا لك سمية بن رجب الأستاذة الجامعية في معهد الصحافة. شكرا موصول لك أستاذ شاكر الحوكي الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق والعلوم السياسية. وأريد تصويب معلومة، يعني بالبداية نتحدث عن 1 مليون مواطن اليوم لحقوا، لا نتحدث بنسبة حتى الآن 500,000، تتراوح ممكن إلى حد الأقصى ب 800,000. مشاهدينا الكرام، نشكركم جزيل الشكر على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من تونس الجمهورية الثالثة. اللقاء يتجدد غدا بطبيعة الحال. تصبحون على ألف خير، في أمان الله.